ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في المطبخ الاحترافي مع نايمة. اليوم كنقدم لكم الكريب اللي كيجيو رائعين جدا وما فيهمش مكونات بزاف. كنحتاج حامضة محكوكة وحدة، معلقة ديال سنيدة، كنحتاج بيضة وحدة، جوج ديال كيسان او جوج كيسان ونص ديال الطحين، يعني كيبقى على حسب، يعني ما تكونش ثقيله وما تكونش جاريه. نسطرو ديال الحليب، كنحتاج نوتيلا باش كنزين. هنا انا لانه ما كاينش الفريز عندي غير التوت، خديت التوت والبنان. كنبدا وقريصه ديال الملح باش كيجي زوين. كناخذ سطر ديال الحليب، ندير هاد البيضة، هاديك الحامضة. إلا مكانش عندكم الحامض يمكن لكم ديرو فاني، أنا ممتوفرش ليا فاني، يعني درت غير سميتو حامض. كندير الطحين، أنا هنايا دايرة جوج كيسان ونص حيت كاين الطحين، الطحين لانني انا مجربه ديجا، عارفه القياس ديالو. كاين الطحين اللي كيكون كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيكونش كيشرب، داكشي علاش انا درت جوج كيسان ديال الطحين. غنطحن ونعاود نرجع لكم باش ما نصدعكمش بمولينكس. انا بما طحنتو غنشوف كيفاش كيجي. المهم انا غنطيبو ونعاود نرجع لكم. هو الطياب ديالو يعني عادي بحال البغرير، وهذا باش ما كنطولش عليكم هذا الفيديو. غنطيبو ونعاود نرجع لكم في التزيين. الناس انا بما طيبتو ناخذ داك الشوكولات، نحاول انني ندهن، يعني كيبقى اختيار عندكم. الكريم باتيسير كديروه، عندكم شوكولات كديروه، عسل، انا كيعجبني بالشوكولات الصراحه. ناخذ ديك البنان، كيجي بحال ما هكا. هادو هما لي كريب ديالي، هانتوما كما كتشوفوا زوقتهم على هذا الشكل. راك تشوف كيفاش درتو، وحطيت عليهم انا التوت ودرت طريقه وحده اخرى، يعني وحده فوق من وحده، ودرت البنان وزوقتهم على هذا الشكل، ودرت من الفوق اكاجو والعسل. هذا فطور ديال ماما لان صايمه اليوم كما كتعرفوا، عرفه كاع المغرب كيصوم. يعني فطور خفيف، ما درتش لي فيه، ما درتش ليها فيه شي حاجه. الكيك ديجا انا درتو، نحط لكم الفيديو ديالو. في نفس الوقت كرواسون ماما اللي كانت دايراهم، الا بغيتو طريقته خليو لي في كومونتير باش تحط لكم ماما كرواسون. يعني حطيت لها معاهم القهوه والعصير. هذا هو الفطور ديال ماما. نتمنى ان يكون الفيديو عجبكم بزاف، والفكره ديال لي كريب تكون وصلاتكم ويكون عجبكم. واللي اول مره غادي يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم كاع الجديد، وما تنساوش تخليوا لي التعليقات لان كيهمونا بزاف. وشكرا، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.